كاب اف ام الكلمه ليك. طيب الصحفيين هم فصيل متقدم في الدفاع عن الحريات، وبيت الصحفيين هو بيت المجتمع المدني. يبقى معناها في المدة الأخيرة بعض الناس يقولوا أنه ثم ديخة معناها صراع انجيل دي بوليس، وزارة الداخلية مقسومة، وبالتالي تعاركت الرياح جات في نص المراكب. هل على الأقل السيد وزير الداخلية باسم وزير الداخلية قدم اعتذاراته للصحفيين من هذه الاعتداءات اللي بعض منها كان سوفاج بكل سنة؟ هل قدم الاعتذارات؟ قدم البارح الوزير اعتذارات. طبعا اول ما بدا وزير الداخليه هو انه اعتذر على اللي وقع، قال انه هذا امر غير مقصود، وكذلك كما قلت لك قعد ربما يشرح كثيرا كيفيه التعامل اللي راه هو مناسبه بين الامنيين من جهه والصحفيين من جهه اخرى، وقال انه ما فماش حتى حاجه ممنهجه، وهناك رغبه كبيره في انه في انجاح عمل الصحفيين، واكد على دور الصحافه ودور حريه التعبير، وذكر ايضا بانه هو كان باستمرار معناها مؤمن بهذه القيم، وبالتالي هو يدافع عنها حتى وهو الان مسؤول في وزاره الداخليه. بطبيعه الحال احنا قلنا وانه كما ذكرت سفيان انت منذ قليل ربما فما أطراف معينة حتى داخل وزارة الداخلية قد تدفع في اتجاه هذا، ما احنا ما عندناش معطيات في الحقيقة، ولكن وقت اللي تكرر كما قلنا الاعتداءات وفي من جهات مختلفة وفي مناطق أمنية مختلفة، فان وقتها بطبيعة الحال بيش يكون هذا مسار ربما لبعض التحاليل بما فيها اللي ذكرت انت سفيان منذ قليل، وهي ان تكون هناك بعض الصراعات اللي يجنيه نتائجها السيئة الصحفيين، وربما هناك من يسعى إلى تسميم هذه الأجواء. ولكن المؤكد أن وزير الداخلية اعتذر على هذا، وقال أنه الالتزام بحماية الصحفيين أمر معناها أمر ضروري وأمر لا رجعة فيه، وهذا وقال أنه ستقوم الوزارة بتعميم مناشير أخرى لتأكيد هذا الأمر. كاب اف ام الكلمة ليك.